ويعني يشرفنا أن تكون معنا في حلقة خاصة من برنامج الحرية والحدث، شخصية وطنية لها قيمة وقامة كبيرة، وتشرفت اللي أنا تقابلت معه هو معالي الوزير والسفير دكتور محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. بنرحب بحضرتك في برنامج الحرية والحدث دكتور محمد العرابي، أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد العرابي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. اهلا وسهلا بحضرتك في برنامج الحريه والحدث. اهلا وسهلا دكتور محمد. الحقيقه كان لازم يعني نستمع الى كلمه لحضرتك بخصوص الدور القوي الذي تقوم به مصر على الصعيد الخارجي، وبالاخص الزياره التي قام بها مؤخرا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الولايات المتحده الامريكيه، و يعني صار الدائم ان هو يحضر جلسات الجمعيه العامه للامم المتحده. حضرتك اكيد استمعت الى كلمه الرئيس وحابب تعليق حضرتك على هذا الامر، ثم سنترك الى الشان الداخلي بعض الشيء. مع حضرتك يا دكتور محمد. طبعا الجمعيه العامه للامم المتحده اهم معهد دولي بيعقد سنويا، وبالتالي من الضروري مشاركه كل القاده. يمكن حضرتك لاحظت ان هناك كان تجمع كبير جدا لكل الزعماء، وبالتالي هي بتبقى فرصه جيده اولا لعرض المواقف الدوله في مختلف القضايا، وفي نفس الوقت عقد لقاءات ثنائيه على هامش الاجتماعات الجمعيه العامه. هذه اللقاءات الثنائيه من لانها دفع امور كثيره في العلاقات ما بين الدول وبعضها البعض، وبالتالي هذا المحفل اعتقد انه من الضروري ان يتواجد فيه رئيس الدوله، وخاصه انه يلقي بيان كامل شامل. اعتقد البيان هذا العام كان له مواصفات مختلفه، لانه لم يتطرق فقط الى المشاكل اللي بتمر بها المنطقه او العالم، ولكن وضع بدايه لحلول سياسية من شأنها أنها تقضي على التوتر والمشاكل المزمنة اللي موجودة في الإقليم اللي احنا عايشين فيه. وأعتقد إن هو ده اللي يميز كلمة مصر هذا العام، إن هي وضعت يعني نقاط بمثابة خارطة الطريق لأحداث كثيرة والمشاكل كثيرة أصبحت مزمنة بنعاني منها في منطقة الشرق الأوسط. طيب محمد بيه، احنا يمكن في اثناء حديث حضرتك يعني تناولت نقطه اللقاءات الثنائيه بين رئيس ورؤساء دول او رؤساء وزراء الدول، منها اللقاءات التي تمت مع وزير مع دوله بلجيكا واسبانيا، ولكن هناك لقاء استثنائي وثنائي تم ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي دونالد ترامب، وهو يمثل اللقاء الثاني خلال شهرين، يعني فتره قصيره جدا. فحابب أستمع من حضرتك على تعليقك على هذا اللقاء الثنائي اللي يمكن قطع كمان الطرق على أي حد بيحاول العبث في الاستقرار الداخلي بمصر بشهادة رئيس أكبر دولة في العالم هو رئيس ترامب. يعني هو حضرتك أولا زي ما سيادتك تفضلت أنه يعقد لقاء أو لقاءات من قمة في فترة وجيزة، ده في حد ذاته يعكس أنه الدولتين والقيادتين عندهم حرص شديد على تبادل وجهات النظر على اساس العلاقه الخاصه بين مصر والولايات المتحده الامريكيه. امريكا الدوله العظمى في العالم، ومصر دوله اقليميه كبيره طبعا، وهناك علاقه استراتيجيه قائمه منذ سنوات، وبالتالي التباحث الدائم في مختلف القضايا ده امر مطلوب وبيبقى مفيد جدا على يعني حاكس على العلاقات ما بين البلدين بشكل اساسي. وبالتالي يعني موضوع اللقاء انا اعتقد ان هو كان مهم، ما تم التطرق له بشان موقف الرئيس ترامب من الاوضاع في مصر، اعتقد انه يعني هذا يعني سؤال كان مقصود به طبعا احراج الرئيس ترامب، ولكن هو رد باسلوب جيد. وفي النهايه مصر يعني مش منتظره شهاده من احد على التطورات الحادثه فيها، ومش منتظره ان احد يشهد لنا
سواء كانت محفل دولي او في شكل ثنائي، الشعب المصري اختار طريقه، والسيد الرئيس عنده ثقه في ان هو ده الطريق المصريين اختاروه، وبالتالي نحن بنبقى سعداء بان هو بيمثلنا في الخارج بهذا الشكل. يمكن حضرتك النهارده كان في استقبال له في القاهره فور عودته، بيعكس مدى يعني اهتمام المصريين بالدور اللي بيقوم به السيد الرئيس في المحافل الدوليه وفي داخل مصر ايضا. طيب جميل جدا. دكتور محمد، طبعا بصفة حضرتك وزير خارجية أسبق لمصر، وده شرف كبير حقيقة لينا. على المستوى الخارجي للأسف هناك رصد ويمكن عملية هجوم مستمرة من الرئيس التركي طيب أردوغان على مصر، وتحديدا في جلسات بتنعقد سنويا بداخل أروقة الأمم المتحدة. وفي الجلسة الأخيرة تعمد أردوغان يعني توجيه تهم كثيرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى نظام الحكم الحالي في مصر، فجاء رد قوي جدا من الخارجية المصرية سنستعرضه، ولكن يعتبر هذا الرد هو الأقصى ويمكن الأقوى ويمكن الأشد من الخارجية المصرية تجاه تصريحات أردوغان المستمرة. لكن حتى امبارح وسائل الاعلام رصدت ان عقدت يعني حفل غداء يعني على شرف الجلسه التي انعقدت للامم المتحده، وكان في المائده رئيس ترامب ورئيس عبد الفتاح السيسي ويعتبر رؤساء دول عظمى، وكان هناك كرسي للطيب اردوغان فرفض الجلوس عليه وانسحب من هذه الدعوه يعني. وبالتالي يعني بخبره حضرتك في المجال الخارجي، هل موقف مصر سيعني سيعتمد على الدفاع عن أراضيها وعن رئيسها وعن شعبها أمام هجومات أردوغان، أم هناك ستكون ردود فعل من دول خارجية لوقف هذا يعني الأسلوب أو هذه الطريقة الهمجية من دول خارجية سواء بقى قطر أو تركيا أو غيرهم في الهجوم على مصر في كل المحافل أو استغلال أي محافل في الهجوم على مصر؟ يعني حضرتك طبعا كنت دقيق جدا في يعني تحدثت عن هجوم اردوغان كشخص، هو صحيح رئيس جمهوريه تركيا، ولكن هو يمكن السياسي الوحيد في تركيا اللي بيتعمد دائما يعني توجيه هجوم غير اخلاقي للدوله المصريه والرئيس المصري. ثاني حاجه ما حضرتك لاحظت ان احنا يعني استعملنا الصبر الطويل خلال الفترة الماضية، وسيد الرئيس بما هو معروف عنه يعني من الصبر والأخلاق لم يعني يرد أو لم يورد ذكر أردوغان على لسانه خلال الفترة الماضية ولا بالسلب ولا بالإيجاب، وبالتالي هو جاهله تماما ولم يدخل معه في أي مهاترات يعني غير أخلاقية، هو بيحواها الرئيس أردوغان الحقيقي. ولكن كان من الضروري انه في الفتره القادمه هتشهد ان السياسه الخارجيه المصريه هتكون دائما يعني proactive او عندها من الوسائل اللي هي يا اما ترد يا اما حتى تستبق يعني اي هجوم من اي طرف في مواقف قويه بحيث انها تشكل رادع لكل من يسول نفسه النيل من مصر او من رئيس مصر او من سياسات مصر. ده يمكن حضرتك الفتره الاخيره حتى خلال اعمال الجمعيه العامه هتلاقي ان في مواقف قويه من ناحيه تركيا، من ناحيه تطورات سد النهضه، من ناحيه القضيه الفلسطينيه، وبالتالي هناك يعني قدر من الشعور بان الخارجيه المصريه سوف تكون لها مواقف متشدده صلبه بحيث انها تقطع الطريق على كل من يهوى يعني النيل من مصر او يتطول عليها، وخاصه ان الموضوع زاد عن حده ووصل الى يعني قدر من هو بعيد تماما عن ممارسات رؤساء الدول. رؤساء الدول لا لديهم عرف خاص بهم لا يجب ان هم يتجاوزوه الا انحدروا الى مستوى يعني اسفل لا يليق بدولهم، وهو في النهايه هو بيهين دولته اللي هي دوله عظيمه تركيا وشعب تركيا يعني بيتم له كل التقدير، لكن للاسف هذا الرئيس يعني اخذ الدوله الى اسفل بشكل لم يعني يحدث من قبل،
ويمكن حضرتك بتشوف ان تركيا الان اصبحت هي الملاذ الاول للجماعات الارهابيه والممر الاول للجماعات الارهابيه والممول الاول للجماعات الارهابيه وال يعني الممول ايضا للذخيره والعتاد والافراد لجماعات ارهابيه كثيره موجوده منتشره في شمال افريقيا وفي افريقيا نفسها وفي طبعا سوريا والعراق وغيرها من الاماكن. وبالتالي هذه الدوله او هذه السياسات اللي هي خاصه رئيس تركيا هي سياسات ممجوجه يجب على المجتمع الدولي هنا ويجب ان هو يعني يقف له بالمرصاد لانه خلاص اوراقه كلها اتكشفت واصبح هو الدعم الرئيسي للارهاب في العالم. وبالتالي عليه ان يعني ينال حقه من المحاصره ومحاوله وقف اعماله العدائيه ضد هذا اللي هو الجيش التركي موجود في اراضي سوريا وفي شمال العراق وحاليا في قطر وبعض الجماعات الخاصه منه موجوده حاليا في ليبيا. وبالتالي يعني هو بيمارس ارهاب دوله وارهاب افراد وعليه ان هو يعني يعيد النظر في سياساته اللي هي لا تليق بعظمه دوله تركيا. احنا الحقيقه يعني الحقيقه انا فخور بالبيان بتاع الخارجيه لانه كيل للدوله التركيه التهم الموجهه لها وطبعا مثبته منها ما يزيد عن 75 الف معتقل سياسي في تركيا من مدنيين وعسكريين طبعا بعد الانقلاب اللي يعني فشل مؤخرا. يعني اردوغان جنن وحاول هو يجمع اكبر عدد من القيادات العسكريه وسجنها. ايضا وقوع عشرات حالات من وفاه بين مسجونين نتيجه تدهور الحاله الصحيه. هناك أكثر من 130 ألف موظف تعسفا تم فصلهم. أيضا تم مصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية. تم فصل الآلاف من الأكاديميين داخل هذه الجامعات والمؤسسات التعليمية. حبس مئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي. حتى أصبحت تركيا أكثر الدول سجنا للصحفيين والإعلاميين وفقا لتقارير دولية. أيضا تم فرار عشرات الاف من المواطنين الاتراك الى الخارج نتيجه الحملات القمعيه في البلاد. انا شخصيا بتقابل مع كتير من التركيش كوميونتي هنا في امريكا. لكن عايز اقول ما يدفع تركيا وما يدفع اردوغان هو بالتاكيد التنظيم الدولي لجماعه الاخوان المسلمين. لو حضرتك تتذكر معايا يا معالي السفير في 2015 احنا التقينا وكنت نظمت مؤتمر في نقابة الصحفيين وكنت حضرتك يعني على سدة الضيوف معانا في هذا المؤتمر. وكنت فاكر كلمة حضرتك وتحدثت فيها عن ضرورة إدراك جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية ليس بس في البرلمان الأوروبي كما كنا نهدف ولكن على جميع أصعدة الدول في العالم. ما وصلنا له الآن يا معالي الوزير؟ يعني هل هناك أي جديد في إدراك جماعة الإخوان كجماعة إرهابية على المستوى العالمي أم فقط الدولة التي يعني استشعرت الخطر من هذه الجماعة؟ لا طبعا الحقيقة شيء مؤسف إن في تردد من قوة كثيرة. أنا دائما كنت من يعني الدافعين والمؤكدين على فكرة إن هذه الجماعة يجب أن تترك الجماعة الإرهابية حيث أنها تحد من نشاطها ومن تحركاتها ومن تمويلها. ولكن للاسف في تردد حتى من بعض دول المنطقه كمان يعني مش بس على المستوى الدولي. بعض الدول العربيه عندها قدر من التردد في هذا الشان. وبالتالي للاسف كلنا يعني بنكتوي بقى بالنار هذه الجماعه. ولكن اقدر اقول لك انه مصر يعني بشكل قاطع ونهائي هذه الجماعة لن يكون لها أي دور في الحياة السياسية في مصر من الآن فصاعدا. لأن الشعب المصري خلاص أدرك يعني هوية هذه الجماعة وأدرك سياساتها ويعرف تماما كيف يتعامل معها. وبالتالي هي ليس لها أي دور ستظل شيء منبوذ سياسيا واجتماعيا إلى أن تعود إلى رشدها. وأشك أن هي تعود إلى رشدها. أتمنى ذلك. الحقيقة سعيد جدا بمداخلة حضرتك ومشاركتك معانا معالي الوزير. ونتمنى تكون على تواصل دائم. والحقيقة يعني خير من يمثل مصر حضرتك في المحافل الدولية والإقليمية
أتمنى يعني عودا حميدا لك يعني في المساحة السياسية مرة أخرى، وتشرفنا جدا بإلقاء الضوء على زيارة الرئيس والدور اللي قام بيه في مجلس الأمم المتحدة، وأيضا الدور الخارجية المصرية في الرد على من يهاجم ومن يحاول النيل من مصر وشعبها، وطبعا ضرورة أكيد أهمية إن إدراج جماعة الإخوان أي تجمعها حد فيه. يخرج من مصر سوف يلقى ما لا يحمد عقباه. نعم، ونحن نتفق مع حضرتك في ذلك. مصر وطن يعيش فينا، ونحن وإن كنا اختلفنا في الأماكن الجغرافية، سواء احنا في أمريكا أو ناس في أوروبا أو ناس في أستراليا أو ناس في يعني قاصي العالم، الكل يعني يقبع مصر داخل قلبه، ونؤمن بكل إيمان أن دولتنا دولة مستقلة لابد الحفاظ عليها وعلى أراضيها وعلى سمعتها أمام أي هجوم من الخارج. أشكرك جدا معالي الوزير دكتور محمد العرابي، الوزير الأسبق للخارجية المصرية.